منال، جيت لكم اليوم أذكركم بفنوننا الجميلة. تتذكر أغانينا القديمة السامري وتلاوينا والبحري وتفانينا؟ يطري عليكم عودة وعواد والدوخي والفضالة والكويتي والمرطة؟ هني بذكركم فيهم وبسمعكم غناويهم عشان ما تصير من ذكرياتنا المنسية. منسية منسية Thank you.
أنشد الركب عنهم وين ذيك النزول وين نزل الحبايب يا ركب نازلين شف بالي معاهم بين ذيك التلول خش في ريم بعد عني وأنا له رهين. هذه واحدة من أغاني عبد الله فضالة، كلماته وتلحينه وغنائه. وعدكم إن إحنا نكمل الجزء الثاني، وضيفنا أبو عبد الله تحملنا بديوانه وبيكمل ويانا. يعطيك العافية أبو عبد الله. الله يعافيك ويجزيك إن شاء الله. أدري ثقلنا عليك وطولنا معاك، بس إحنا حابين الفنان ومشاهدينا حابين عبد الله فضالة ونبي نعرف أكثر. واحدة من أغاني السامريات الجميلة اللي غناها عبد الله فضالة وكتبها ولحنها، أنا قلت بعض من كلماتها ويعذروني إذا قلتها بطريقة غلط، لأن كلمات جدا كانت صعبة بذيك الفترة، بس اتقنا وانطربنا عليها، مو إحنا يدانا اللي عاشوا بذيك الفترة. وايد عندنا وثائق، وايد عندنا مستندات ونوتات خاصة حق عبد الله فضالة، هذا كله بنحكي عنه، بس بالبداية ودنا نعرف أكثر بعد مرحلة تسجيل الأسطوانات والانتشار حق الفنان الكبير عبد الله فضالة. عطني أكثر عن عبد الله. عبد الله ذكر فترة من الفترات أن عبد الله فضالة صاحب مدرسة فنية كبيرة وواسعة، مو بس بالكويت، بالكويت وبالخليج العربي كله. ودنا نعرف أكثر عن هذا الفنان العملاق. عبد الله عقب ما انتهت فترة تسجيل الأسطوانات اتجه إلى الإذاعة. مطب رسمي طبعا، مثل ما ذكرت حقله سابقة ان عبد الفضاله ب 52 53 بدأت بالتلحين والتاليف وشيء، واول لحن اعطاه حق عبد العزيز محمد. نعم اعتقد، بس ما مذاكر انا شنو اللحن، ما مذاكر عدل. هني عبد الفضاله ركز فنه وشغله كله بالاذاعه. هني اشتغلت معاه التلحين والتاليف طبعا حقه وحق الفنانين اللي يجون الكويت يزورون الكويت يعطيهم طبعا الحان تغري ويتقنون. عبد الله مرحله الستينات زاد اكثر بالالحان بالكلمات، وبالعكس انتقل الى مرحله الالحان الشرقيه. الشرقيه الالحان الشرقيه كما ذكرت في المقابلات السابقه ان عبد الله فضاله تعاون مع فنانين اللي هم من سوريا، من مصر، من لبنان، من العراق، كان يوم يعطيهم كلمات والحان يتقنون فيها. من ومن الفنانين اللي تعامل معهم الفضاله من سوريا؟ من سوريا انطوانيت اسكندر، وفي اسم ثاني، اسم ثاني بس الاسم ماني مذاكره. من لبنان رويده عدنان، نجاح سلام، وعندك حيان يونس، هذا التقن حق عبد الله فضاله. ما شاء الله. من مصر؟ مصر كارم محمود، بديعة صادق، فايدة كامل اعتقد او وايدة كامل غنوا حق عبد الله فضاله. وايد والله من الدول، حتى من الكويت تغنوا، حتى من الخليج كذلك تغنوا. يعني كان مميز بالتلحين وبالتاليف. طبعا مثلا حق كارم محمود كان يلحن على طريقة اللحن المصري. اللحن المصري بس انه على لحن شرقي، يعني الصبر اجيب ابنين، وكذلك عبد الله قلنا له يا ابو عيون السود، احنا سمعنا حق كارم محمود. نعم عبد الله قلناها بالاسطوانه بس على طريقته هو. لا لا لا، على الطريقه المصريه. على الطريقه المصريه اي، بس عبد الله سرحها شويه، كارم محمود ابطا، عبد الله سرحها اعطاها احسن رونق شويه. نعم اي نعم. وايد والله الفنانين التقدم حق عبد الله، يعني مو بشوية الأعداد اللي تغنت. إذا نرجع حق فترة عبد الله بالإذاعة. نعم. بداية شغله بالإذاعة كمطرب رسمي بإذاعة الكويت. نعم نعم، كان رئيس الموسيقى، وكان عضو فعال في لجنة النصوص كذلك. متابعة نصوص. متابعة نصوص. مع العلم أنه هو كان كفيف. إيه. وكان يتابع النصوص اللي قبل تطلع وتسمع بالإذاعة. نعم. كان حتى يسمعها. يسمع النص ورد يعلق عليه. يمكن كاسر منه بيت او ناقص منه بيت او شيء يعدل له. وبعدين اللغه العربيه الفصحى ترى مو ما هي بسهله، باللفظ الواحد ذاك هذا معنى. اي فيرد يعدل له، يعني يقول له لا، يعني
هذا خطأ اللي تقوله كذي، أو فرضا يعني ما فيها شدة، ما فيها الفتحة، ما فيها الضمة، والحركات هذه تميز على شيء معين. أكيد طبعاً. أي. صح. فكان عضو فعال في لجنة النصوص، فوق ذلك هو بطل ضرير. بس الرجال ما شاء الله عليه فطي بالشغلات هذه كلها. نعم. عبد الله فضالة كان مؤسس جمعية الفنانين بذيك الفترة بالكويت. نعم. ولسنوات عديدة كان رئيسها. إيه كان رئيس جمعية الفنانين. طبعًا ما. شلون جت له فكرة إنه يأسس جمعية حق الفنانين، ومنو اللي أيده بالفكرة هذه، وشون أشهروا الجمعية هذه؟ والله هم جماعة فنانين طبعًا تعاونوا وشاهوا عبد الله فضالة كان من ضمنهم، ولازم نسوي حماية لنا كفنانين. نعم. يعني أساس نتمع كلهم بجمعية واحدة، وطبعا انشأوا الجمعية هذه وتوفقوا فيها، وصارت فيها يعني حفلات جلسات اجتماعات، جميع الفنانين تلاقي متواجدين بجمعية الفنانين، وفيها جميع الأشياء يعني من الملحنين من المغنيين من منو كانوا بذيك الفترة تذكرهم؟ والله بعد أعتقد فترة موجودة في عبد الله فضالة، كذاك عودوخي، سعد بدر جويهل، إبراهيم الصولة، إبراهيم الصولة، من الفنانين اللي شفناهم هذا كلهم كانوا موجودين، كانوا أعضاء جمعية الفنانين، ورشحوا الفضالة أن يكون رئيسهم. نعم نعم كان رشح الفضالة. إيه نعم. كان بظل الشاعر عبد المسر الرفاعي كان كذلك معهم، يعني واحد استلم من السر صندوق، واحد جمعية رجمية الفنانين، سكرتير جمعية الفنانين، واحد قسم الحفظ، واحد قسم يعني، فكلهم متواجدين أي حفلة موجود عندهم. نعم. وكذلك بالجمعية بالعكس حلوة الجمعية تحفظ حق الفنان. احنا ذكرنا ان عبد الله راح البحرين ودبي يسوي حفلات كويتية هناك ينشرها. راح فيها كذلك نزل فيها كتاب وخاطب الجهات المختصة ان بناخذ الفن الكويتي بنشرها على الجزيرة العربية الامارات او البحرين. هذا شيء زين. اكيد طبعا. كذلك هم ذكرت ان عبد الله كان يطلب الفرق الموسيقيه من الخارج، كان يطلبهم، يعني شيء ممتع يعرف مع الفن الكويتي، وكذلك هم يتعرفون على الفن الفرق اللي هي اللي روسيه او المانيه او اللي يصير عندنا الفرق الاجنبيه، فشيء حلو ولطيف بالعكس. ذكرت حفلات وايد.